جو بايدن أمام مشاكل داخلية كبيرة. المشكلة الأولى هي مكافحة فيروس كورونا، المشكلة الثانية هي التنمية الاقتصادية في داخل أمريكا. فإذا هناك مشكلتين كبيرة أمام الرئيس بايدن، لكن ما ترك الرئيس السابق ترامب إلى بايدن من خطوط حمراء، منها مثلا مقتل أمريكي. لو القوات الإيرانية أو الميليشيات التابعة لها راح تتعرض لحياة أي مواطن أمريكي في العراق أو أي مكان في المنطقة، بالتأكيد الرئيس بايدن ما راح يقدر يقف مكتوف الأيدي، وإنما في تلك اللحظة سيلام كثير بأنه فرط بالدم الأمريكي. هذه نقطة. النقطة الأخرى، الرئيس ترامب ترك إلى الرئيس بايدن ترك في نوع من الجديد من العلاقات في منطقة الشرق الأوسط. اليوم إسرائيل أدخلت ضمن قيادة العمليات الوسطى، واليوم ماكنزي في تل أبيب أو في القدس للتنسيق، باعتبار أن إدخال إسرائيل في منطقة العمليات الوسطى في الجيش الأمريكي. إذن إضافة إلى التحالفات اللي حثت أو الاتفاقات السياسية اللي حدثت مع دولة في الخليج. طيب. إذن هناك شيء جديد في المنطقة. بالتأكيد إسرائيل ما توقفت في يوم عن ضرب الأيدي الإيرانية اللي موجودة داخل سوريا ولبنان. طيب. لكنها لم تضرب في داخل العراق، وغير متوقع أنه لأن ما مهتمة وليست على حدودها.